السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أبنائي الطلاب. اليوم سوف نبدأ في الوحدة الأخيرة وهي حقوق المواطن وواجباته، وعنوان الدرس الحقوق. أهداف الدرس: يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن يعرف مفهوم الحقوق، يستنتج بعض حقوق المواطن من الدستور القطري. والآن لنتوصل إلى مفهوم الحقوق، تعالوا معي أبناء الطلاب لنقرأ النص في الكتاب صفحة 139، وبالمقابل عليك الإجابة على الأسئلة التي تظهر أمامك. سوف أترك لك بضعا من الوقت للإجابة. هيا لنرى ماذا أجبتم. ما المقصود بحق المواطن؟ هي مجموعة المتطلبات التي يحصل عليها المواطن القطري. أحسنت، بارك الله فيك. لماذا يساوي الدستور في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين؟ لتحقيق العدل بين جميع المواطنين. ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك. هيا لنقرأ عزيزي الطالب قيم أتعلمها. أقدر دستور بلادي لضمانه حقوقي في مواد بوضوح. إذن أبناء الطلاب، نستنتج مما سبق أن الحقوق هي الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور. دعونا نقرأ التعريف بتمعن لنتأكد من الفهم الصحيح له. الحريات مفردها حرية، مثل الحرية الشخصية وحرية الرأي. والمتطلبات جمع متطلب، وهي تعبر عن الحاجات التي توفرها الدولة للمواطنين. عزيزي الطالب، قم بالإجابة على السؤال الذي يظهر أمامك. اختر الإجابة الصحيحة. هي الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور. يشير التعريف السابق إلى مفهوم الدستور أم القانون أم الحقوق أم الواجبات؟ ثانيا، يستنتج بعض المواد من الدستور القطري. أبنائي الطلبة، تعلمنا سابقا في دروس المواطنة أن الدستور القطري يتكون من 5 أبواب رئيسية، وتعلمنا أيضا أن الباب الثالث يتناول الحقوق والواجبات العامة للمواطنين. في المقابل نستعرض 3 من مواد هذا الباب، اقرأوها بتمعن وأجب عن نشاط فكر واستنتج صفحة 140، ثم أعيد تشغيل الفيديو للتأكد من إجاباتكم. المادة 35: الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين. وفي مجتمعنا القطري لا يوجد تفرقة بين الناس سواء كان مقيم أو مواطن. المادة 36: الحرية الشخصية مكفولة، ولا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تغييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفقا لأحكام القانون. وفي مجتمعنا القطري وفي دولة قطر هناك حرية تامة في التنقل في السكن، سواء من منطقة إلى منطقة أو من دولة إلى أخرى.
المادة 47 حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة وفقا للشروط والأحوال التي يحددها القانون. وفي مجتمعنا القطري ودولة قطر توجد قناة الجزيرة، وهذا على سبيل المثال، يوجد فيها برنامج الرأي والرأي الآخر، وكل الآراء في هذا البرنامج يحترم. والآن أروني ماذا أجبتم على السؤال الذي يظهر أمامكم. استنتج عددا من الحقوق التي يتمتع بها المواطن القطري بناء على المواد التي تظهر أمامك. المادة 35 والمادة 36 والمادة 47، هيا نرى. المادة 35، الناس متساوون أمام القانون، أحسنت. أما المادة 36، الحرية الشخصية مكفولة، أحسنت، بارك الله فيك. المادة 47، حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ممتاز، وفقك الله. عزيزي الطالب، من خلال ما تعلمنا قبل قليل، عليك قراءة السؤال الذي يظهر أمامك ثم تختار الإجابة الصحيحة. هيا نقرأ معا. حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة من بنود الدستور القطري للمادة رقم. الآن اختر الإجابة الصحيحة، مادة 35 أم مادة 36 أم مادة 47 أو مادة 37. هيا اختر الإجابة الصحيحة. نعم 47. وقبل الختام، درسنا لهذا اليوم حقوق المواطن وواجباته. أولا الحقوق، ولقد تطرقنا في الحقوق إلى تعريف الحقوق وكذلك حقوق المواطن من الدستور القطري، وقلنا بأن التعريف الحقوق هو الحريات والمتطلبات التي توفرها الدولة للمواطنين حسب أحكام الدستور، وكذلك تطرقنا لحقوق المواطن من الدستور القطري وقلنا المادة 35 وتنص الناس متساوون أمام القانون. أما المادة 36 تنص على الحرية الشخصية مكفولة. وفي المادة 47 قلنا بأن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. والآن مع الواجب. عزيزي الطالب، عليك الدخول على تطبيق مايكروسوفت تيمز وذلك للإجابة على سؤال درس اليوم خلال 24 ساعة، والتواصل مع المعلم للإجابة على أسئلتكم واستفساراتكم. وفي الختام وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.